to the ring, خلاص بجد. عرفتوا بعض ازاي وامتى؟ عرفنا بعض شهر يناير 2007. ايه الانطباع اللي كنت واخده عن امير اول ما عرفته؟ ورقه شفره بالنسبه لنا تجربه مختلفه، ان هو اول فيلم سينما لينا انا وهشام وفهمي. قالوا لنا امير رمسيس اللي هيخرج الفيلم، وامير شكله شخصيه جد جدا، بقعد في الهناجه وكده كان شغال استاذ يوسف شاهين والباك جراوند، واحنا اصلا ادفع من كده يعني بكتير، كنا فاكرين ان احنا مش هينفع يعني نتعامل مع بعض. وبعدين امير مش عايز افضحه، لكن امير اصلا ما بيتكلمش بكلام عادي، بيتكلم بافيهات افلام سمير غانم وفؤاد المهندس بس. فطلعت تافه هنا كمان يعني مش عايز اقول كده عشان هو دلوقتي بوزيشن كبير وكده. في ذكرياتي كده امير بالنسبه لي هو اول فيلم سينما عملته في حياتي، ميموريز يعني لغايه دلوقتي. انا عندي اللبس اللي كنت شغال بيه في ورقه شفره، حاطه في علبه، الراكور المعفن اللي كنت بلبسه، القميص بتاع التريننج بتاع بيدير الشربيني ده، الجلابيه. طيب جلابيه. حكينا عن كواليس ورقه شفره. احنا ورقه شفره ده يا جماعه قعدنا نعمله تقريبا في سنه ونص، ونزل اغرب موسم في العالم، نزل عيد ام 2008 صح؟ موسم امتحانات، سيزون امتحانات يعني. احنا كنا خايفين لان الاجواء بتاعه اللوكيشن نفسها كانت غريبه جدا يعني، احنا طول عمرنا بنعمل حاجات بهاندي كام ومع اصحابنا كده بس وبتاع، بس ان بقى في كرو كبير بقى الناس دي بتشتغل بجد وبتاكل عيش من ورا اللي احنا بنعمله، احنا بنعمل حاجه تافهه جدا. امتى ممكن تتضايق منه؟ عمركم اختلفتوا في الشغل؟ الشغل طبعا اي حد بيشتغل بيبقى فيه ارجيومنتس، بيبقى فيه خناقات، بس الخناقات كلها بتبقى ملهاش مش اون بيرسونال ليفل يعني، ملهاش علاقه يعني. فاكر بس كان في انت وهشام اتخانقتوا مره على التريلر بتاع الفيلم؟ كانت خناقه، دي كانت خناقه، دي كانت بيرسونال على فكره يعني. مشهد هو المشهد ده موجود في الفيلم عادي، بس هو مش عايز يتحط، مش عايزه في التريلر. ايه احلى حاجه في الشغل مع شيكو؟ ايه احلى حاجه في الشغل مع امير؟ ايه احلى حاجه في الشغل مع شيكو؟ ده السؤال ده ليا انا. ده كنت فاكرك دايما قبل ما اشوفك بتحب يعني تعمل افيهات على حجمك الحقيقه، ده اللي كان بخوفني قبل ما نقعد مع بعض. بس يعني الحقيقه كان لطيف انك شفت ان انت ما بتحبش ده، بالعكس ان كل الكوميديا في الفيلم مش طالعه من ده. بالظبط. عنده قدره غريبه ان هو يعني مهما كنا في مصايب، واحنا عدينا مصايب كتير في الفيلم، هو بيهزر بس، بنعمل مشاهد اكشن احيانا مش معدله، مفيش حد مصمم. شيكو كان بيسوق الاوتوبيس فعلا، باشا اللي بيسوق فيه الاوتوبيس وبيعدي من بين عربيتين هو كان بيسوق فيه فعلا. انت مش عارف امير ازاي خلاني اسوق، وعادي بيهزر وهو بيعمل ده. بتتجمعوا بره الشغل في المناسبات بس ولا على طول؟ بنتقابل هنا في الجونه دايما على طول، ولما بنتقابل بنتكلم في حاجات هيلث كده، ما بنتكلمش في اي حاجه جد ليها علاقه بالمرض. لو امير اخرج لك فيلم جديد هيكون عن ايه واسمه ايه؟ يعني هيبقى فيلم تافه جدا اكيد طبعا. ايه هيكون حاجه زي افلام استاذ فؤاد المهندس زي مستر اكس والحاجات دي، يعني هو امير اصلا دماغه في الحته دي جدا، ما اعرفش ايه اللي بيخليه، ايه اللي هو بيعمله هنا ده، انا والله العظيم مش فاهم هو ايه اللي جابه هنا. انا هعيد اكتشاف نفسي بقى يعني. خلص نعمل ايه؟